صدم الملحن المصري خالد عادل الجمهور بالأمس بنشره فيديو من داخل غرفة العمليات بالمستشفى، واستنجد بالجمهور والوسط الفني لإنقاذ حياته والمساعدة في علاجه قبل أن يتدخل الفنان تامر حسني لتولي تكاليف علاجه. ونشر الملحن خالد عادل فيديو بثه مباشرة من غرفة العمليات، طلب فيه من زملائه والجمهور وتامر حسني التدخل لإنقاذ حياته، وقال أن الأطباء عاجزين عن علاجه وطلب نقله إلى مستشفى آخر. وصدم الجمهور ببكائه بالفيديو واستغاثته بالجميع وتهديده بالهرب من المستشفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أول استجابة عملها في حياتي. أنا الملحن هاني عادل. أرجوكم يا جماعة استفزت. الحقوني بسرعة جدا. أنا في مستشفى الصبح. أرجوكم عايز أخرج من المستشفى تعبان جدا جدا. بتعرض لحاجات كويسة. وهم مش عايشين على الجو. أرجوكم لو سمحتوا بقى أنا بموت وحاولت أعمل الاستغاثة دي بين أصحابي كده حوالينا حوالين بعض معرفتش. أنا في الأول قدمت إن كلمت أصحابي ناس من أصحابنا الكويس اللي كانوا في الوسط وهم أمام الراجل والرجالة وأصحابي في الزايد نجم كبير وعامل بوجه بالزلة ولا بتحرر فعلا الواحد من غير اي حاجة. وعملت خطوتين في مستشفى تانية. وما جيت هنا عشان اقعد فترة كبيرة. اتبهدلت او بتبهدل مش عارف احكي انا حضرتك هي اللي بيحصل فيا يعني. شخصيا وانا متنازع بس لو سمحت يا انا لحد اخر لحد امبارح بعمل غسلة وغسلت كده امبارح و جالي غيبوبة كان غيبوبة تموت. بعد جدا حاجة جميلة أوي. أرجوكم نصيحتي يا جماعة ممكن تساعدوني أخرج في مشكلة كمان رهيبة إن أنا رجلي أصلا نفسها رجلي الشمال ما تمشيش يعني مش قادر أمشي لو همشي كنت قطعت السلك الفكري ده كنت هربت والله العظيم. لكن أنا مش عارف أعمل وتعبان جدا ومحدش بيساعدني. أرجوكم يا جماعة لو سمحتوا عايز أمشي الحقوني والنبي أرجوكم لو سمحتوا مش عايز أروح مكان تاني مش عايز حد يعالجني أنا عايز هطلع من هنا زي الفل وهموت في مستشفى أكسجين بيت تاني تمام زي الحياة جميلة كل تمام يا جماعة أرجوكم ساعدوني ولاقي بطبطب دماغي موسيقية أرجوكم ساعدوني أي فنان يساعدني لو سمحت أنا في مرض الدنيا جدا أنا بتهان أنا فنان بتهان ده أنا فنان يا عم أنا بتهان خايف لو سمحت محدش استنى بلد دي أو النبي. وأثار هذا الفيديو صدمة وقلق زملائه والجمهور قبل أن يوضح شقيقه حقيقة الأمر، وقال أن شقيقه يعاني من الهذيان بسبب مضاعفات المرض، وكشف تفاصيل حالته الصحية قائلا: يا جماعة أنا بعتذر عن الفيديو اللي أخويا الملحن خالد عادل نزله من شوية على صفحته، لأن خالد أخويا عنده تسمم دموي حاد بسبب التهاب خلوي حاد برجله الشمال، والتسمم الدموي ده بتكون أعراضه الهذيان وتخيلات وعدم وعي كامل وخلل في عملية الإدراك والنطق. والأستاذ تامر حسني وأخيه الأستاذ حسام حسني متابع معانا الموقف لحظة بلحظة عشان يتم نقل أخويا إلى الرعاية المركزة، وبشكرهم جدا جدا على اهتمامهم بحالة أخويا وبوجه لهم كل الشكر والتقدير. وبعتذر جدا على الفيديو اللي نزل من أخويا لأني للأسف كنت سايب معاه الموبايل بتاعه وخرجت أكلم الدكتور لقيت الفيديو نزل وهو بيطلب من أصدقائه أنهم يقفوا جنبه، للأسف هو في حالة لا وعي كامل ومفيش أي إدراك ذهني عنده. وأثار موقف الفنان تامر حسني إعجاب الجمهور بسبب اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للملحن خالد عادل الذي صدم الجمهور بفيديو استغاثته داخل المستشفى.
وللذكر فإن خالد عادل قدم عدة أعمال شهيرة مع نجوم الغناء، أبرزها إيفا كرك بيا مع الفنان هيثم شاكر، ووياك مع الفنان الراحل عامر منيب، وبنظرة عين مع الفنان مصطفى قمر وغيرها.